السلام عليكم شباب بنات، تعلمنا في الطريقة الأولى بالدرس الأول من الكورس الثاني، بالفيديو الأول من الكورس الثاني تعلمنا شلون نحسب الكميات. الطريقة الأولى قلنا عليها هي عبارة عن سطح غير منتظم إلى سطح منتظم، يعني تحويل المنطقة بعملية الدفن أو عملية الحفر إلى سطح منتظم. لذلك ما نحتاج نطلع ونرسم النقاط من جديد بعد عملية الدفن أو عملية الحفر. لكن إذا انتقلنا من سطح غير منتظم إلى سطح غير منتظم آخر، يعني بما معناه بالعامية نحكيها، قاع عندي مخربطة، هنا أنا تلة، هنا أنا حفرة، هنا أنا هاي، نطلع نرفعها بالتوتر ستيشن، وجو المقاولين أبو القلابة ودفنها وكملها، نجي نباوع عليها مو عدلة، وقالوا ها هي حسبوا لنا الكمية. شلون نحسب الكمية إذا هي معلة؟ عندي طريقة ثانية، أرجع مرت اللخ ورا ما دفنوا ورا ما قصوا يعني حفروا، أجي أسوي مسح جديد وأجيب النقاط وأدخلها بالصفر 3D وأسوي سطح جديد مثل ما سوينا بالسطح الأول. أول شغلة تسووها إنه السطح القديم تخلوه فارغ حتى لا يتعارض وحتى لا تخربط عن السطح الجديد. سيرفيس بروبرتيز واقول له اريدها بوردر اونلي، الحدود فقط. ابلاي اوكي حلو، بس انا عندي بس حلو. اجيب نقاط السطح الجديد اللي بعد ما دفنا، اللي انا مسميه هنا كورد 2 مثل ما تعلمنا، وسميه مثلا توب ليفل بوينت. واقول له اوكي اوكي. هنا يقول لي ان النقاط اللي انت عندك موجوده اللي هي ال NGL القديمات تبدي من رقم واحد الى اخر رقم، فانت النقاط اللي جايبها هنا مين بيها رقم واحد، فشون يعني تستخدمها next point number، يعني اذا هي نهايه النقاط الموجوده بالسيفل 100 يعني حتى يبدي من 101 بالنقاط الجديده. اقول اوكي ما عندي مشكله، طلع لي النقاط. حلو، هاي النقاط خاصة بمن؟ بالسطح الثاني، يعني لازم أسوي سطح ثاني اللي هو راح أسميه top level surface، وأقول له أوكي، وأجعل top level surface وأعرفه عن طريق منه؟ عن طريق النقاط اللي جبناها قبل دقائق. أبلاي أوكي، تكون عندي سطح الثاني. يعني هسه صار عندي سطحين منطبقين واحد على الاخر. هسه هاي النقاط بعد ما احتاجها شو اسوي لها؟ اخفاض، واقول له ابلاي، واقول له اوكي. اجي اسوي فيو عن طريق الاوربت، من اسوي زوم اضوء سطحين واحد فوق الثاني، السطح الأول اللي هو قبل الدفن، السطح الثاني بعد الدفن، ما بقى غير بس أحسب الكمية مالتها. شلون أحسب الكمية؟ نفس الطريقة اللي تعلمناها عن طريق الأنالايز، فوليوم داشبورد، وأسوي من هنا سطح جديد للفوليوم أسميه فوليوم. البيز عندي من هو اللي هو الـ NGL، واقول له اوكي. كومبارجن سيرفيس سطح المقارنة اللي هو بعد الدفن، توب ليفل سيرفيس، واقول له اوكي، راح يحسب لي الكمية والمساحة الى اخره من المعلومات اللي راح ينطيها. اريد اطبع تقرير بصف هذا الرسم حتى اقدمه لابو الشركة، اقدمه للمقاول، لان هي ان شاء الله فيها اموال فيها فلوس، فلازم انت تطبع تقرير حتى يعرفون الكمية ايش قد، حتى من يجي باوع يقول هاي شنو، حتى يعرف هذا شنو الموجود عنده. عن طريق الفوليوم رايت كليك سيرفيس بروبرتيز، اروح على الستاتستكس واطبع الفوليوم، هنا القى الفوليوم مكتوب هالقد، اخذ هذا التقرير كله اسوي له كوبي تو كليب بورد، ابلاي اوكي، رايت كليك كليب بورد بيست، واجيب احطه هنا ظهر لي صوره واضحه كل التفاصيل الموجودة الخاصة بهذا
هاي الكمية. لهنا أنا خلصنا بصورة سريعة حتى بس مجرد تذكير عملية حساب الكميات. إن شاء الله بالفيديو القادم راح نبلش بموضوع جديد يذكرنا بالكورس الثالث حتى ما ننسى الدورة التدريبية. وإن شاء الله إذا ذكرت شغلة أنا ما منطيها في هذا الفيديو راح أخليها بداية الفيديو الموجود بالكورس الثالث. في أمان الله.